كان عيد ميلادي يوم 4/9 والنهارده كان عيد ميلاد اخويا. فكرت ازاي احتفل بعيد ميلادي وعيد ميلاد اخويا بحاجه بسيطه كده في البيت. جبت كيكه جاهزه. هتجيبي 3 بيضات وتحطيهم في وعاء وعليهم 3 او 4 معالق زبده ما تكتريش وكيس فانيليا. هنضربهم على اعلى سرعه لمده 5 دقايق وهننزل عليهم بالكيكه الجاهزه وبنص كوبايه ميه وهنفضل نضرب كويس جدا في اتجاه واحد بالشكل ده لمدة 5 دقايق. وصلنا للقوام المطلوب. هنجيب الطوق اللي بنعمل بيه التورت والكيكة. هنجيب كمان صينية نحطه فيها. هندهن جوانب الطوق كويس جدا بالزيت او بالسمنة وكمان الصينية عشان ما تلزقش معانا الكيكة بتاعتنا. هنحط نص الكمية بس زي ما انتم شايفين في الفيديو. وهجيب قوالب الكب كيك زي ما انتم شايفين كده. هحط طبعا برضو القوالب الورق في قوالب الكب كيك دي وهحط بقى الكميه وهدخل الكيكه بتاعتي او التورته بتاعتي الفرن على درجه حراره متوسطه ما افتحش عليها قبل 20 دقيقه. اخدت حوالي 25 دقيقه وخرجت معايا. سبتها ترتاح حوالي 10 دقايق. خرجتها من الطوق بتاعنا اللي هو بتاع التورته. بقت بالشكل ده جميله وهشه وطريه زي ما انتم شايفين في الفيديو بالشكل ده. نيجي بقى نشوف هنزينها بايه. نص علبة الكريمة الحلويات السائلة ومعاها كوباية واحدة بس من سكر البودرة. هنضربهم مع بعض كويس جدا. كيس من الفانيليا. هنحط حوالي 2 معلقة من الزبدة السايحة وهنضرب كويس جدا. وهنحط لون غذائي اصفر او ممكن تغيري في اللون حسب ما انت عايزة. اول ما نوصل لدرجة اللون المطلوب حسب الرغبة وهندخلها الفريزر او التلاجة يعني لغاية ما تتجمد شوية حوالي نص ساعة. اهي بدأت تتجمد بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده في الفيديو. هجيب شوكوبون بتاع الاطفال وهبتدي ازين بيه التورتاية بتاعتي بالشكل ده. يعني تطلعيها من التلاجة ومن الفريزر يعني مش متجمدة قوي نص تجميدة علشان الشوكوبون بتاعنا ده يمسك في التورتة بتاعتي ما يبقاش متجمد قوي فيقع من عليها. يعني نص تجميدة زي ما انتم شايفين كده في الفيديو. وهنرجع بعد كده هنضيف شوكولاتة. هتضيفي اي حاجة يعني للتزيين انت بتفضليها. هتحطي سكر الوان عشان يدي للتورتاية بتاعتي لمعة وشكل جميل. برضو انا حاطة لونه اصفر هنا فاعطاني لمعة كده جميلة في التورتاية. وحطيت شوكولاتة بالمنظر ده فطبعا بقى شكلها رائع جدا. هتدخليها التلاجة يعني مش اقل من 2 ساعة عشان تقدري تخرجيها من الطوق بمنتهى السهولة وكمان ما تتقطعش معاكي وتبقى ظريفة. تعالوا نشوف واحنا بنقطعها. هتلاقيها طبعا سهلة جدا جدا. هتحززيها بالسكينة بالشكل ده هتخرجي الطوق بمنتهى السهولة زي ما انتم شايفين معايا في الفيديو. وبجد بجد طعمها جميل جدا ورائع واحتفال بسيط جدا لعيد ميلاد اي حد من افراد اسرتك بدون تكلفة عالية. يعني ممكن تعملي عيد ميلاد لأي حد بتكلفة بسيطة بشكل زي ما انا عملت كده التورتاية وقوالب الكب كيك بالشوكولات. هنشوف مع بعض. رائعة جدا وقوامها كمان والسمك السكنس بتاعها جميل قوي. ايه رأيكم فيها؟ بس طبعا ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك وشير وسبسكرايب لقناتي. تعالوا نكمل مع بعض الفيديو ونشوف هنعمل ايه كمان. هنجيب 3 معالق زبدة على نار هادية مع شوكولاتة مطبخ وهنسيح على نار هادية وهنزين بيها مع سكر الألوان والشوكوبون بنفس الطريقة.